شكرا لهذه الفرصة. وفعلا اليوم احنا كنتواجدوا في هذا الموقع، موقع بناصة الأثري، اللي هو موقع مهم وثروة وطنية بالنسبة للتراث ما قبل الإسلامية، وبالنسبة للتراث أيضا في الفترات المورية والفترات الرومانية، وأيضا بعد الفترات الإسلامية. النشاط ديال اليوم هو عبارة عن يوم دراسي فيه مداخلات علمية حول الاستيطان البشري في منطقة الغرب في فترة ما قبل التاريخ، الاستيطان في فترة ما قبل الإسلام، حول الضيعات الفلاحية اللي كتدير القرن العشرين، وأيضا فيه مداخلة حول الخريطة الأثرية بالنسبة لمنطقة الغرب، وأيضا في مداخلة حول تقنية ترميم المعالم التاريخية القديمة، المواد المستعملة إلى آخره. بالإضافة لهذه المداخلات العلمية والنقاش ديالها اللي هي مداخلات قيمة من طرف عدة أساتذة، كان جزء كبير من هذا النشاط اللي كيهم تكريم واحد الشخص هو يعني ساهم بشكل كبير في المحافظة على هذا الموقع وفي التنشيط ديالو، اللي هو السي رشيد أغربي، اللي هو الآن أستاذ يعني بالكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بن طفيل بالقنيطرة، واللي قبل كان هو المحافظ ديال هذا الموقع والموقع ديال تموسيدا. أنا يعني بصفتي يعني زميل ديالو أستاذ عبد الرحيم محيب، باحث الآثار والمدير الإقليمي ديال الثقافة، وخدمنا يعني كثيرا مجموعين وشاركنا في عدة أنشطة سواء علمية أو اللي هي كتدخل في إطار المحافظة على التراث. يعني دليت بالشهادة ديالي في حق هذا الشخص اللي هو في الصراحة بالنسبة لي يستحق هذا التكريم. والأهمية ديال التكريم هو كيجي في واحد الفترة، لأنه سي رشيد أغربي مازال كيزاول الآن على صعيد الكلية ديال بنو طفيل، وهذه مبادرة طيبة من طرف يعني المحافظة ديال الموقعين بناصة وتموسيدة، وفي شخص المحافظ الحالي اللي هو الأستاذ طارق موجود اللي فكر في هذه المبادرة. هذه المبادرة ما يمكننا إلا نشجعوها والنادي، أنها خصها تكون دائما من أجل أولا الاعتراف بالقيمة العلمية للأشخاص اللي كيساهموا في الحفاظ على التراث ديال منطقة الغرب، وأيضا من أجل تقليد واحد يعني واحد التقليد يولي عندنا كتقليد ثقافة الاعتراف في جميع الناس اللي كيساهموا في التعريف بالتراث ديالنا بمنطقة الغرب وفي التأهيل ديالو في المحافظة عليه والحفاظ عليه للأجيال المقبلة إن شاء الله. تم تنظيم يوم دراسي حول مؤهلات التراثية لمنطقة الغرب وسبل التأهيل في إطار الاحتفال بشهر التراث. هذا النشاط نظم من قبل محافظة موقع بناصة وتموسيدة، شارك فيه مجموعة من الأساتذة الباحثين الذين سلطوا الضوء على أهمية التراثية لمنطقة الغرب وعلى ما تختزله من مواقع تاريخية وتراثية ذات أهمية بالنسبة لتاريخ المغرب، وأيضا بكونها مؤهلة تراثية بإمكانها أن تدخل في إطار ما يسمى بالسياحة الثقافية بمنطقة الغرب. بموازات مع هذا اليوم الدراسي تم تكريم المحافظ السابق عبد الربي رشيد أغربي، عرفانا للمجهودات التي تم بذلها خلال مسيرة ديال تقريبا 15 سنة من العمل الإداري بمحافظة موقع بناصة وتموسيدة. هذا التكريم شارك فيه تلة من الأساتذة الباحثين والزملاء بجامعة بن طفيل، وأيضا من أساتذة بجامعات أخرى من مدينة فاس، من كناس، من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وأيضا بحضور
خاص لطلبة سلك الماستر تاريخ المغرب والعالم المتوسطي، وأيضا طلبة الماستر المتخصص الأركيولوجيا والتراث والسياحة الإيكولوجية بجامعة بن طفيل. وكان التكريم في حقه هو اعتزاز بما قدم من مجهودات في إطار رد الاعتبار لموقع بنسا، وأيضا في إطار المجهودات التي تمت خلال مسيرة الإدارية لتعريف بهذا الموقع وتحسيس الساكنة المحلية وعموم المواطنين بأهمية هذا الموقع التراثي وضرورة إدماجه في مسارات للسياحة الثقافية. هذا اليوم في حقيقة سيبقى في ذاكرتي لعدة سنوات، لأنه كان يوم للاعتراف في إطار ثقافة الاعتراف، وهذا في الحقيقة مفخر بالنسبة لي، ولكن أيضا هو تكليف، أيضا تشريف وتكليف، لأنه أنا الآن مطالب ببذل المزيد من المجهود لتسليط الضوء على المواقع الأثرية منطقة الغرب التي اشتغلت عليها لعدة سنوات، وإن شاء الله نتمنى في السنوات القادمة أن يتم تأهيل هذه المواقع وفق رؤية مندمجة تساهم فيها مجموعة من القطاعات لخلق دينامية سياحية بهذه المنطقة وتوظيف هذا المورود الثقافي في التنمية المجالية والمحلية بمنطقة الغرب.